السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بقى جاي لكم ان شاء الله بوصفة اول مرة تتعمل في مصر. طبعا الوصفة دي انا مش هنزلها طبعا عشان الجماعة اللي بيحبوا يستظرفوا، مش هنزلها طبعا الا لما اجربها. واي حد عايز يتفرج على فيديوهات حاجات انا عاملها، اكيد الفيديو بينزل بعد التجربة عشان اللي لسه اول مرة يشوف القناة. العلفة دي ان شاء الله انت هتروح تأكل في خلال ساعتين زمن، هتعمل دور غلة تاخد منه ان شاء الله احلى سمك في ساعتين زمن. ايه اللي هيحصل منها؟ حاجة بسيطة جدا مش هتكلفك 15 جنيه، يعني اقل من طن الطعم بالنص. ده قمح بليلة زي ما انتوا عارفين، ودي غلة 21%، 21% عشان لما تيجي تشتريها من عند العلاف في اللي هي 23% وفي اللي هي 21%، الاتنين ينفعوا على فكرة، بس دي افضل عشان حرشة شوية. وده ربع كيلو توم، ودي ازازة، اصغر ازازة في المياه المعدنية، بسيب التلت اللي فوق والتلت اللي تحت وبخرم التلت اللي في النص ده، وبحط التوم ده كله في الازازة. وهقول لكم هناك على الميه ان شاء الله وانا بسقطها، هقول لكم دي دورها ايه. الازازه طبعا دورها دي بتجمع السمكه على ريحه الثوم، بتفضل موجوده طول السنه، كل اسبوع او كل 5 ايام لو انت هتتردد على الدور بترجها، بس بتطلعها من ما ترجها وبتسقطها تاني مطرحها. الدور ده مش دور عشوائي، الدور ده دور معاك طول السنه. انت كل عليك ان انت تعمل العلفه دي الاول، تجمع الدور وبعد كده تشتغل بالغله، كل شويه غله هيفيدوا معاك، هترميهم في المكان. هنسيبنا من الكلام ده وان شاء الله الكلام ده هنقوله في فيديو التجربه. انا دلوقتي هحط معلقه توم زي كده، هحطها على الميه اللي هغلي فيها، اللي هسلق فيها القمح البليله. البليله هتتسلق ربع سلقه او نص سلقه بالكتير قوي. انا هخش دلوقتي هعمل الازازه التوم دوت، وهوريكم شكل الازازه في الاخر، وهسلق التوم، وخليكم معانا ان شاء الله وراجعين لكم تاني. احنا كده اهو يا شباب هنحط معلقه الثوم اللي قلت لكم عليها عشان بس يبقى فيها النكهه. الثوم ده مدقوق بقشره، بيتبل وبيتدقف في الهوم بقشره، ما بتعملش في الخلاط وتحط على الميه عشان يعرف يسمك في الازازه. وادي الغله اللي معايا كلها، هحطها كده واقلبها، وهخليها دقيقتين بالظبط على النار او ثلاثه، نص سلقه او ربع سلقه، المهم ما تتهريش معايا، لاني هاخد من الغله دي هاخد منها شويه اللي هصطاد بيه. خليكم معانا وهنرجع لكم تاني ان شاء الله. يا شباب احنا كده سلقناها اهو نص سلقه، السلق اللي انت بتروح تصطاد بيه، وريحتها كلها توم اهي، من التوم اللي فيها توم نفاذ جدا. الازازه اهي عملتها زي ما انتم شايفين، وحطيت فيها شويه اهي الازازه، هوريكم انا بسقطها ازاي هناك في الدور. وحطيت فيها شويه كده كف كده اهو، اللي هي العلفه ال 21% عشان تفضل عامله ريحه في المكان ومجمعه السمكه. هوريكم برضو ان شاء الله هناك في الدور هتسقط ازاي وازاي هتغطس في الميه، هنحط لها ان شاء الله حتتين طوب كده وهنسقطها، هوريكم كل حاجه ان شاء الله وانا بجرب. دلوقتي انا باجي نزلت اهو بقالي شويه، ده كل اللي بعمله ايه، بحط شوية مية من الحنفية على الغلة كده اهو، وبحط على الباقي شوية اللي هم الضارين معايا، اللي هو النص كيلو العلفة الواحد ونص، 21% دي. بعد كده ببدأ اقلبها كده اهو، هي بتتفاعل معايا بالطريقة دي، بتبدأ بقى تاخد من المية وتتفاعل معاه ومع ريحه، علشان اللي هيعملها هيشم ريحه الثوم جامد جدا في الحاجه دي. والشويه دول انا شلتهم عشان اصطاد بيهم اهو، بتعمل كده لحد ما تتقل معاك بالشكل ده اهو. هي كده لسه الحله سخنه، بسيبها طبعا لما بتبرد، وبتبقى بالشكل ده. باجي في الدور بتاعي ما بعملش مرايه غرقانه، انا باجي في الدور بتاعي تحت رجلي بالظبط، وبروح رامي كل الحاجه اللي معايا دي، وكفين بس برشهم جوه وخلاص على كده، واتقل على المكان او اروح بعيد عن المكان اشوف شغل شويه بطعم، اضيع ساعه كده او ساعتين ان شاء الله
او ممكن تروح تعمله الصبح واخر النهار تروح تنزل عليه، هتاخد منه ان شاء الله سمك على 10 على 10 طول السنه. اللي هيحصل معاك ان انت كل ما بتروح على الدور اي شويه غله، هتاخد شويه غله معاك بالزياده، وانت ماشي الغله اللي هتفيد معاك هترميها في الدور، هيفضل مجمعها سمكه بفضل الله سبحانه وتعالى. والازازه دي هتفضل، دي بقى الازازه السحريه بقى، دي اللي هتفضل مجمعه معاك سمكه، وهيفضل الحاجه دي موجوده فيها طول السنه. احنا حاطين دقين التوم ده بقشره، مش عاملينه في الخلاط، احنا دقينه في الهون عشان يبقى حتت زي كده، والاخرام دي تطلع منه الماده النفاثه اللي فيه. فان شاء الله هيبقى بالمنظر ده اهو، اهي الميه نشفت خالص اهي، بتسيبه بقى لما بيبرد خالص، وبعد كده بقى بتعبيه زي ما انت بقى عايز، بتعبيه بقى في كيس، بتعبيه في بطرمان، بتعبيه زي ما انت عايز، وبتروح على الميه ترميه تحت رجليك بالطريقه اللي هنوريها لك برضو ان شاء الله في فيديو التكرمه. في حاجه عايز اقول عليها يا شباب، ان شاء الله انا نوهت ليها في الفيديو الاولاني، باذن الله انا هعمل اكتر من دور لسكان القاهره والجيزه، اللي يجي يشرفني دي هديه من القناه للمتابعين، المتابعين اللي هم مهتمين بموضوع القناه ومهتمين بدعم القناه برضه، يعني احنا هم ايه يعني هيدعمونا واحنا هندعمهم. ان شاء الله انزلك على الدور اللي هتشوفها في الفيديوهات، انا ما بعملش فيديوهات صيد من ساعه ما فتحت القناه. ان شاء الله هبدا اعمل لكم فيديوهات صيد بالغله، وهقول لكم بقى باذن الله الادوار هتبقى فين بالظبط، او تيجوا تقابلوني ونشوف هنتواصل مع بعض ازاي اللي هم بيدعموا القناه، وانا هنزلك على الدور. ان شاء الله الادوار دي هتتعمل على طريقه الاسماعيليه، وهتتعمل على طريقه المراتيه، انا مش هعمل ادوار خارج الطريقتين دول، في اماكن متفرقه. طريقه الاسماعيليه تخدم سكان القاهره، وطريقه المراتيه تخدم سكان الجيزه. فان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله هيبقى موسم 10 على 10، وهتشوفوا فيه سمك باذن الله ما تشافش قبل كده بالغله. وموسم الغله خلاص، احنا الميات الحاميه اللي عندنا في الجيزه هتبدا رسمي من خلال الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، هتبدا تشتغل رسمي. خليكم معانا وان شاء الله اللي جاي احسن. رجعنا لكم تاني يا شباب، احنا دلوقتي على الميه اهو، دي طريقه المروطيه. هات كده صورت، طلع كده لحد الناحيه التانيه. احنا الدور اللي اخترناه ده حطينا ده، الدور ده احنا اخترناه دور عشوائي كده، ما جيتش عليه قبل كده. الازازه عملناها بنفس الطريقه كده، وربطتها بحبل وحته خشبه كده. انا ما بحطش الخشبه دي، ما بربطهاش في حاجه، عشان في ناس كده بتحب تطلع تنخرف في اي حاجه ملهاش فيها. انا هرمي دي كده في الميه، والخشبه دي بس تعرفني اذا كانت الازازه موجوده ولا مشيت ولا راحت فين. خليكم معايا وهوريها لكم عامله ازاي في الاخر، وهوريها لكم في الفيديو. بص يا شباب، الازازه اهي، معلش عشان انا بصور نفسي، بس اهي تحت اهي، شايف العود الخشبه الحبل اللي مربوط عليها اهو، عشان بس يعرفني اهو. طلع لكم في الميه قدام عشان تشوفوها، دي اللي مربوط فيها الخيط، دي انا بطلعها كده عشان بس تعرفني الازازه موجوده ولا لا. طبعا انا لو عملت الخيط ده لفوق اي حد معدي هيروح مطلعه بس عشان يتفرج عليه ويسيبه بره ويمشي، فاحنا رامينه كده بنفس الطريقه اهي، والازازه كده مزفره المنطقه دي. الدور ده اول مره ننزل عليه، هنشوف. احنا هنعلف دلوقتي، انا هرمي في العلفه في المنطقه دي، وان شاء الله نص ساعه كده وهشوف الدنيا فيها ايه. خليكم معانا. هرمي فين كده دلوقتي؟ الحاجات اللي احنا عاملينها اهي، دي اللي هي العلفه، بس فين مع البر خالص اهو، ارمي كل اللي معايا في الحته دي في المنطقه دي. دوس عليها جامد اهي جنب الازازه، الازازه انا في المنطقه دي، وهرمي كل العلفه اللي انا عاملها في البيت هنا اهو، وهرمي هنا برضو على الطينه قريب بره هنا اهو، لان الميه بتطلع وتنزل هنا مش مظبوطه اهو. انا كده رميه بره خالص، بعد كده بقى هرمي شويه كده اهو، الازازه انا وريتها لكم يا شباب اهي، هي محطوطه ازاي.
الازازه خلاص غطست في المكان ده، والتسخيره بتاعتها موجوده بقى في المكان ده معاك على طول لحد ما انت اللي تطلعها بنفسك. اهو احنا كده خلصنا، وان شاء الله باذن الله نص ساعه كده وهنرجع نشتغل على المكان ده تاني. وخليكم معانا. اول حتتين اهم يا جماعه، هم مش كبار. احنا قعدنا حوالي ساعة ونص بالظبط، ورجعنا على الدور. دي اول رمية اهي، وان شاء الله احنا هنمشي، وباذن الله بكرة باذن الله هنيجي نعمل فيديو على الدور ده. احنا طبعا الحاجات دي احنا نرميها، وطبعا لازم ترجع المية تاني. الحتتين دول حجاري. لو عجبكم الفيديو ما تنسناش في الاشتراك ولايك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.